Monsieur le ministre. Merci beaucoup. Aujourd'hui, le vice-président Borrell, les commissaires en charge de la migration. المكلف بالشغل بالهجرة إذا زيارات متواصلة من الاتحاد الأوروبي. هذه السنة هي أيضا عرفت تعزيز لشراكتنا وذلك بالتوقيع على الشراكة الخضراء وأيضا على أكثر من 500 مليون دولار بموجب سنة 2022-2023 في إطار برنامجي المتوسطي وأيضا الشراكة المتواصلة والمتطورة على كل المستويات بما في ذلك الهجرة والاقتصاد ومسائل أخرى. إذن في إطار جلالة الملك، الاتحاد الأوروبي يظل شريكا استراتيجيا للمملكة المغربية في إطار تنويع هذه الشراكات كما أرادها جلالة الملك في السنوات الأخرى. الاتحاد الأوروبي طبعا له موقعه في هذا التنوع وهذا الموقع مهم بالنسبة لنا. نقاشاتنا ومفاوضاتنا همت قلت أهمية هذه الشراكة. كما قلت هذه شراكة هي شراكة جوار، هي شراكة قيم، هي شراكة أيضا مصالح. وعلى هذه المستويات الثلاثة وهذه الأبعاد الثلاثة السياق الدولي يؤدي أكيد كما قلت أهمية هذه الأبعاد الثلاثة. الجوار المغرب هو أحد البلدان القريبة من الفضاء الأوروبي، وهذا الجوار طبعا يعطينا الكثير من فرص التعاون. طبعا نحن نواجه نفس التحديات ونتقاسم أيضا القيم، والمغرب في جوار أوروبا أحد البلدان التي تتقاسم مع الاتحاد الأوروبي أكبر عدد من القيم على مستوى طبعا الانفتاح، التسامح وحقوق الإنسان وأيضا التقدم. وهذه القيم أصبحت ترتدي أهمية أكبر في هذا السياق الجديد. وأيضا على مستوى كما قلت المصالح التي تجمعنا في الكثير من المجالات. وما يعزز أهمية هذه الشراكة هي أيضا هذا التوافق الذي تترجمه نموذج التنمية الجديد، التوافق بالنسبة لأولوياتنا الوطنية والأولويات الاتحاد الأوروبي، مما طبعا يسهل كما قلت تعزيز هذه الشراكة وترجمتها في الكثير من المرافق والبرامج. إذن هذه الشراكة كما قلت تحتاج إلى تغذية. نقاشنا وحديثنا اليوم جعلنا نحدد الكثير من المسارات لتغذية هذه الشراكة. إذن برنامجنا مجلس لهذه الشراكة بكثير من التجديد.
نعزز أيضا حوارنا السياسي من خلال وجود ربما نماذج مبتكرة وجديدة ومتقدمة على مستوى المحتوى وأيضا على مستوى الشكل. سأيضا ننظر إلى أيضا تعزيز شراكة أمنية، شراكة استراتيجية مهم. إذن يمكننا أيضا أن نشتغل مع الاتحاد الأوروبي وإفريقيا وأيضا المغرب والاتحاد الأوروبي وبلدان الشرق الأوسط. إذن ثلاثيات مهمة، وطبعا نحن على ترجمة الشراكة على مستوى برنامج الأخضر الذي تم توقيعه السنة الماضية، وأيضا في مجال الرقمنة على مستوى أيضا التعليم، وهي كلها كما قلت مجالات مهمة في إطار هذه الشراكة. وأنا وصديقي جوزيف متفقين على أن لا نظل على مستوى الشعارات فقط، ولكن أن يتم ترجمة كل هذا على مستوى برامج حقيقية. هذه الشراكة هي أيضا كما قلت يجب أن يتم تغذيتها، ولكن يجب أيضا حماية هذه الشراكة، لأن هذه الشراكة تواجه الكثير من المواجهات. وموقف المغرب كان دائما مقتنع بأن هذه الشراكة يجب حمايتها من الطرفين، وبالتالي حمايتها حتى تصبح قوية، لأن كما قلت هذه الشراكة تواجه الكثير من هجومات الإعلامية وأيضا الكثير من الهجوم على مستوى بعض المؤسسات الأوروبية بما في ذلك البرلمان الأوروبي من خلال قضايا المغرب هو موضوعها، وهي نتيجة كما قلت ربما حسابات وربما إرادة للمس بهذه الشراكة. إذن الهجومات على مستوى القانوني، المغرب طبعا يعتبر على أعلى المستويات، وجلالة الملك أكد ذلك في خطاب العرش. الصحراء هي العيون التي من خلالها نقيم مدى أهمية علاقتنا، وهي العيون التي من خلالها طبعا سنقيم هذه العلاقات. وهذا كما قلت، ونحن نتحدث عن هذه الهجومات، هي طبعا تنبع ربما من الطرف، لا تريد للمغرب أن يتطور، وهذا المغرب الذي يتموقع بكل شجاعة في موقعه الجيو السياسي، ونخرج من هجوم نواجه هجوما آخر. والمغرب طبعا سيدافع على مصالحه، والمغرب طبعا يحتاج ويعتمد على شركائه في وهذه الشراكة هي كما قلت شراكة جوار، شراكة قيم متبادلة، وشراكة مصالح متطابقة. ومن خلال هذه الأبعاد الثلاثة سيستمر المغرب يشتغل ويتعاون مع الاتحاد الأوروبي. أود هنا طبعا
أن أرحب بالسيد جوزيف بوريل، وهو هو صديق للمغرب وصديق للعلاقة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وهذا مهم جدا لأن هذه العلاقات هي التي تجعلنا نستشرف المستقبل. علاقة الثقة المتبادلة هي أيضا ما يجعلنا نتحدث بكل صراحة في بروح إيجابية وروح من الثقة. إذا مرة أخرى صديقي السيد جوزيف، مرحبا بكم، وأتمنى أن تكون محادثاتنا كلها مثمرة وغنية، وسنستمر طبعا لمعالجة الكثير من القضايا الإقليمية التي تهم المملكة المغربية وتهم أيضا الاتحاد الأوروبي، والتي طبعا تهم أمننا وتنميتنا. شكرا. شكرا سيد الوزير. شكرا سيد ناصر، أنت تعرف أن أحب المغرب لأسباب مختلفة، وكما كان يقول المغني الأوقات الوقت صعب، ونحن طبعا نواجه الكثير من التحديات والمشاكل، ورغم ذلك ارتأيت أن تكون أول زيارتي كممثل لسامي للاتحاد الأوروبي في بداية السنة، لأن مرت أكثر من 3 سنوات دون أن أزور المغرب. إذا مرة أخرى شكرا صديقي العزيز السيد بوروطة على الحفاوة الاستقبال التي حظيت بها. كما قلتم لقد كانت محادثتنا وتبادلنا غنية وصريحة بين أصدقاء يمكنهم أن يتحدثوا في إطار شراكة ترتكز على قيم وليس فقط على المصالح. وأود أن أشكر السيد أخنوش رئيس الحكومة على استقباله لهذا الصباح، وأتمنى أنني سألتقي السيد أزولاي وبعض الزملاء من الحكومة. قبل أن أعود ربما إلى الأشياء المهمة، أود أن طبعا أن أهنئ المغرب على منجزات أسود، وأنا بلد هزمته أسود الأطلس، وحتى تسمية أسود الأسول هي في الحقيقة حرب بسيكولوجية للمغرب. كما تعرفون قام بإنجاز مهم، ولا يسعني إلا أن أهنئ المنتخب والبلد. مبروك، وقالها باللغة العربية، مبروك سيد ناصر. إذن كيف يمكن نحن في الاتحاد الأوروبي وفي المغرب وقد بنينا شراكة قوية، شراكة استراتيجية، وشراكة ترتكز على برامج ملموسة وليس فقط على شعارات وخطب، على موارد مالية وتبادل ثقافي تكنولوجي واقتصادي. هناك أكثر من 5 مليون مغربي يعيشون في أوروبا وفي إسبانيا فقط، هم قد يصل هذا العدد إلى 1 مليون. إذن العلاقات لا يمكن إلا أن تكون علاقات مكثفة، ونحن في الاتحاد الأوروبي نعتبر أنفسنا شريكا للمغرب، ونعتبر أن المغرب من أحد الشركاء الأكثر دينامية والأقرب منا.
هذه الشراكة هي طبعا تتم من خلال مبادرات مهمة، وتلعب دورا مهما في محيط المتوسطي والأجندة الجديدة المتوسطية. وأود أن أهنئ السيد الوزير لأن في كل اجتماع يجمع ممثلين ساميين للاتحاد للبحر المتوسطي تكون دور مهم. إذن سياسات توافق مع الاتحاد الأوروبي وأكثر من ثلثي التبادلات التجارية والاقتصادية للمغرب تتم مع الاتحاد الأوروبي، وأكثر من نصف الاستثمارات في المغرب هي تأتي أيضا من أوروبا، أكثر من نصف الاستثمارات وكما قلت ثلثي التجارة الخارجية. إذن هذه أرقام مهمة جدا يمكن تجاهلها أنتم أيضا كبلد تستفيدون من مساعدة الاتحاد المغربي. في من 2014 إلى 2020 1.4 مليار يورو، وفي مدة 2027 سنمر إلى 1.6 مليارات في هذا السياق الذي يعرف شحة الموارد. هذا مجهود كبير ومهم بالنسبة لنا جميعا، وحتى ونحن طبعا نمر ب صعوبات مثلا الجائحات، والآن نحن طبعا نواجه تداعيات حرب في أوروبا. هذه الشراكة لها دلالتها، هذه والحرب أوكرانية تداعيتها تهم الجميع، نحن في الاتحاد وأنتم أيضا في المغرب، وعلينا أن نواجه هذه التداعيات بشكل جماعي ومنسق. وفي هذا الإطار أود أن أؤكد على التزام الاتحاد الأوروبي بهذه الشراكة وإرادتنا لتعزيز وتوسيع هذه الشراكة وحماية إطارها القانوني. نحن طبعا نشتغل في إطار دولة القانون، وبالتالي علينا أن نحمي هذا الإطار القانوني وتكييفه في إطار دائما طبعا احترام القانون دولي، ولكي نبني كما قلت رؤية دائمة أكثر طموحا لهذه الشراكة لمصلحة الطرفين. وكما ذكرتم ذلك السيدة الوزير، طبعا علينا كما قلت أن نترجم هذه الإرادة وهذا الطموح على أرض الواقع، وحتى يشعر المواطن بأهمية هذه تحقيق هذه البرامج. هناك طبعا مجالات، هناك تغيرات المناخية، هناك الانتقال مع هذا الشراكة الخضراء التي وقعنا عليها، أيضا دعم التحولات في مجال الاجتماعي والتربية طبعا انطلاقا من رؤية جلالة وإرادته السامية بجعل المغرب يتقدم في هذه المجالات. إذن إرادة لتسهيل مستثمرين على الاستثمار في المغرب، وأيضا لدعم الشباب في المغرب، وشراكة أيضا في تدبير هجرة، وحتى وأيضا نريد توسيع تعاوننا لكي نقوم أيضا بتعاون في مجال الرقمنة. وأود أن أهنئ المغرب على
في الأمم المتحدة وانتخابي، وخصوصا فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان، وكما ذكرتم أنتم ملتزمون بدفاعنا حقوق الإنسان كما نحن طبعا في الاتحاد الأوروبي، نحن ندافع على حقوق الإنسان الأساسية بما في ذلك طبعا حرية التعبير وغيرها من الحقوق الأساسية. تحدثنا أيضا عن التحديات الجيوسياسية التي نواجهها، طبعا تحدثنا عن ليبيا طبعا، والمغرب يلعب دور مهم في هذا الملف، الساحل، إيران، وخصوصا كما قلت هذه القضية التي المهمة بالنسبة لأوروبا. وهنا أتحدث طبعا عن اعتداء روسيا لأوكرانيا. إذن روسيا هو بلد دائم العضوية في مجلس الأمن، وانتهك أساس الميثاق بمعنى اعتدى على جاره دون ما سبب. وهذا الحرب كما قلت لا يهدد فقط أوكرانيا ولا أوروبا، بل هو تحدي عالمي، لأنه من تداعياته المشكل الأمن الغذائي. وطبعا روسيا تقول أن الغرب هو المسؤول، وهنا طبعا نحن وخصوصا عندما يتعلق الأمر بتصدير القمح، روسيا هي المسؤولة وهي من تستمر في الهجوم باستعمال طائرات المسيرة على البنى التحتية، حتى طبعا يتم الظلام في أوكرانيا. سنستمر في دعم ومساعدة أوكرانيا. لقد قررنا طبعا بمنع اقتناء الفحم والنفط الروسي، وسنستمر طبعا في هذه العقوبات. وفي هذا السياق صوت المغرب مهم عندما يتعلق الأمر بالمجهودات المبذولة لوضع حد لهذه الحرب وتداعيات هذه الحرب. وطبعا المغرب ندد طبعا بقرار روسيا في ضم بعض المناطق من أوكرانيا. طبعا تحدثنا أيضا عن الصحراء الغربية، ونحن نعرف أهمية هذه القضية بالنسبة للمغرب. وسأكرر هنا وأقول أن الاتحاد الأوروبي تدعم مسلسل السلمي الأمم المتحدة وجهود الأمين العام للوصول إلى حل سياسي واقعي عملي ومستدام ومقبول من كل الأطراف، طبعا انطلاقا من قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن. وطبعا نحن نثمن المجهودات التي يبذلها المغرب في هذا المجال، ونشجع كل الأطراف على الاستمرار في روح من الواقعية في إطار كما قلت احترامي طبعا مبادئ كما هي منصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة. في خلال المحادثات مع السيد بوريتا ومع رئيس الحكومة هذا الصباح تحدثنا أيضا عن
القضية المتعلقة بالفساد داخل البرلمان الأوروبي والتي تشير بالأصبع إلى المغرب. طبعا هذه قضية تعاطتها وسائل الإعلام. موقف الاتحاد الأوروبي طبعا واضح، ليس هناك طبعا نحتاج كما قلت إلى الانتظار نتائج التحريات لتوضيح، وننتظر وطبعا نحن ننتظر مساعدة وتعاون كل اتفقنا على إطلاق مبادرتين، إذن حوار على أعلى المستويات على مستوى الأمن سيتم تنظيمه هنا في المغرب، و التعددية والتعددية الأطراف مهمة، والمبادرات التي يدعمها الشمال والجنوب هي طبعا المبادرات التي لها حظ في النجاح. إذن تحدثنا عن تعزيز شراكتنا، وأود السيد الوزير أن أذكر مرة أخرى بأهمية رسملة كل إنجازاتنا. شكراً.